الأديان تغمزوا عليك يا فلان هل أخبر بالأمان باعوك في سوق دلالة إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من ولا إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من ولا داروك العظمة في الطاس زادوا لك الوسواس كلش طهر قبالة النية معهم خلاص يشيبوا بلادهم في الراس اللي خلطهم يرخاس وينسي وحف البسملة قروا بيك العديان تغمزوا عليك يا فلان هل أخبر بالأمان باعوك في سوق دلالة إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من ولا إلا بغيت تربح وتنال يا سيدي ما تخالطش من ولا القوم راني عارفك مظلوم شحال زادوا عليك اللوم وكل ربي تعالى يحليلك يا مغبون معهم كيفاش تكون تقول شي زهرك مدفون والسعد ما عطالك دالة قروا بيك العديان تغمزوا عليك يا فلان هل أخبر بالأمان باعوك في سوق دلالة إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من ولا إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من ولا عينك سيالة كاين شي ناس اليوم تقول شياطن وجنون هذا كلامي موزون وهذه هي المسألة غروا بك العديان تغمزوا عليك يا فلان فالأخبر بالأمان باعوك في سوق دلالة
نبغي تربح وتنال ما تخالفش من والو نبغي تربح وتنال سيدي ما تخالفش من والو الأصل معقول واللي هو مدلول نقص بين الرجالة داير روح ومهبول فكره ديما مشغول داك السيد معقول ياكل معرفة معه بطالة غروا بيك الأديان تغمزوا عليك يا فلان هذا خبر بالامان باعوك في سوق الدلاله الا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من والو بغيت تربح وتنال ما تخالطش من والو الأديان وتغمزوا عليك يا فلان لا الأخبر بالأمان باعوك في سوق الدلالة إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من والا إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من والا